تحية طيبة مباركة من عند الله تعالى، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذا الصرح الإسلامي الكبير من مسجد الحاج الحميدان سليمان عامر بجنوب بورسعيد، حيث ننقل لحضراتكم صلاتي العشاء والتراويح في هذا اليوم الأغر الميمون في يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر رمضان لعام 1444 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، الخامس من شهر أبريل لعام 2023 ميلادية. ومن ناحية أخرى ننقل لحضراتكم هذا الاحتفال القرآني الكبير الذي يقام سنويا في هذا العام في كل عام من شهر رمضان تحت رعاية الحاج الحميدان سليمان عامر صاحب المشاريع التجارية والأعمال الخيرية بجنوب بورسعيد، وتحت رعاية الحاج سالم سليمان عامر عميد قبيلة عرب العببدة بجمهورية مصر العربية وعائلات العوامرة بجنوب بورسعيد. كما يحضر معنا في هذا الاحتفال الكبير ونقل صلاتي العشاء والتراويح العلم القرآني الإذاعي المحبوب الشيخ أحمد عوض أبو فيوم قارئ إذاعة التلفزيون العربي ونقيب قراء محافظة كفر الشيخ وقارئ مسجد السيد إبراهيم الدسوقي. كما يحضر معنا أيضا مبتهلا الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان المبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يرفع الآن النداء لصلاة العشاء من مسجد الحاج سليمان الحاج حميدان سليمان عامر بجنوب بورسعيد، ويرفع النداء الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن إبراهيم كان لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.